الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أنا العميد أركان حرب فتح الله رياض الشقة دفعة 64,000 كلية حربية، ودي آخر دفعة اتخرجت قبل حرب أكتوبر 73 وكان لها شرف المشاركة في حرب أكتوبر. هحكي لكم النهاردة قصة أخويا الشهيد البطل عبد الهادي السقا من سلاح المخابرات الحربية الاستطلاع دفعة 53 كلية حربية، واللي استشهد يوم 6 أكتوبر 73 خلف خطوط العدو الإسرائيلي في سيناء. الحقيقة عبد الهادي كان ما كانش أخ بس، ده كان أخ وصديق. وأنا بحكي قصته ليه؟ أنا بحكيها عشان الأجيال اللي موجودة دلوقتي تعرف حجم التضحيات اللي قدمها شباب مصر، لأنه كان في هذا التوقيت يبلغ من العمر حوالي 20 سنة ولسه متخرج بقاله شهور من الكلية الحربية ونفذ مهمة في منتهى الخطورة خلف خطوط العدو الإسرائيلي. أنا بستغل بصراحة الوقت ده عشان أقول رسالة لأخويا الشهيد اللي هو كان مثلي الأعلى في الحياة، وهو كان السبب في دخول الكلية الحربية في أكتوبر 71 نظر من اللي شفته من بطولاته وتكريمه من جانب رئيس الجمهورية بعد تنفيذ المهمة بتاعته خلف خطوط العدو. أنا بقول له إن أنا مشيت على الضرب بتاعك وعلى خطواتك وإرشاداتك اللي أنت كنت بتقولها لي، والحمد لله أنا وزمايلي بذلنا أقصى مجهود وفي المعركة وحققنا النصر وحررنا سيناء اللي أنت كنت بتحلم إنها تتحرر وأنت عايش. وفي نفس الوقت كان نفسي أنول الشهادة وقابلك في جنة الخلد، لكن الأعمار بيد الله. هنتكلم عن نشأته. ولد الشهيد في 12 إبريل 49 في الريف المصري في عزبة الشارية تبع قرية بنعنية مركز إتاي البارود محافظة البحيرة، من أسرة مكونة من 4 ذكور و4 إناث، كان ترتيبه في الذكور الثاني. لما عمره بقى 6 سنين التحق بمدرسة رمسيس الابتدائية، ودي مدرسة في قرية رمسيس بتبعد عن محل إقامته 2 كيلو في طريق غير ممهد، كان بيقطعها ذهاب وإياب في الشتاء. في الصيف طبعا في الأتربة، وفي الشتاء في الأوحال والأمطار، وبرضه كان بيحافظ انه ما يتغيبش عن المدرسة وعن الدراسة اطلاقا. ومن ضمن مذكراته كاتب عن المدرسة دي نظر المدرسة والمدرسين وزمايله في المدرسة، ومن هنا بدأ حبه لزمايله وحبه للتعليم. انتقل بعد كده لمدرسة إتاي البارود الإعدادية، ودي كانت في مدينة إتاي البارود المركز بتاعه. والمدرسة الإعدادية دي كانت برضه بينها وبين محل إقامته 5 كيلو تقريبا، منهم 2 كيلو برضه نفس المعاناة في الطريق الترابي والمعاناة في الذهاب والعودة. المدرسة دي مستقبلا لمن حسن الطالع انها سمت باسمه بعد استشهاده، وسميت مدرسة الشهيد عبد الهادي رياض السقا الإعدادية للبنين. بعد ما انتهى من دراسته الإعدادية التحق بالمدرسة الثانوية في نفس المركز، وبدأ حبه وتطلعه ان يبقى ضابط في القوات المسلحة، رغم انه كان متفوق دراسيا وكان محبوب جدا من زمايله ومن مدرسيه واللي بيشهدوا بيها لحد الآن. سبتمبر 66 التحق بالكلية الحربية، وكان أمله كبير انه يلتحق بالكلية الحربية، فكان سعيد جدا بالتحاقه بالكلية. وفي الكلية تخصص في سلاح المدرعات، معروف المدرعات دي القوى الضربة في المعركة، وهي اللي بتقوم بالهجمات المضادة لتحرير الأرض. أثناء تواجده في الكلية الحربية أخذ فرقة قادة وسائل مدرعات بتقدير امتياز، كان متفوق جدا في تخصصه، ولكن للأسف في هذه المرحلة حصلت أحداث حزن لها الشعب المصري كله، وهي نكسة 67، ودي كان الدافع عنده أنه يبدأ ينتقم من العدو اللي ومن أرواح شهدائنا اللي سقطوا في المعركة دي. الحقيقة الشهيد كان مش أخويا بس، ده كان أخويا وصديقي، بيحكي لي معظم أسراره ومتبنيني جدا في أفكاره، وكان أفكاره دايما تقدمية
بيبص لقدام وبيبص لمستقبله اللي هيكون بعد كده. في التوقيت ده انا كنت في اعدادي، مش في لسه ما وصلتش المرحله الثانوي. وبعد كده انا لما بقيت في ثانوي رحت قعدت معاه في شقته اللي كانت في شارع الشيخ حسونه في كوبري القبه، وكنت انا موجود في المرحله الثانويه وهو في الكتيبه التاسعه استطلاع خلف خطوط العاب. اتخرج من الكليه في سبتمبر 68. طبعا كل ضابط بيتخرج من الكليه بيروح اداره السلاح بتاعه، وهو راح اداره السلاح بتاعه اللي هي اداره المدرعات ما لقاش اسمه موجود في كشوفات الضباط اللي هتوزعوا لوحدات المدرعات. عرف بعد كده انه اتوزع لاداره المخابرات الحربيه والاستطلاع، ومعاه خمسه من دفعته من نفس السلاح، هو كان اقدم واحد فيهم. اتوجهوا لي او راحوا لاداره المخابرات الحربيه والاستطلاع. الحقيقه اول يوم ما قابلوش مدير السلاح، وتاني يوم ما قابلوش مدير السلاح، لان في التوقيت ده كان الشبكات المدفعيه على الجبهه وكانت الاداره كلها مشغوله بهذا الموضوع. تالت يوم قابل مدير السلاح، وكان في التوقيت ده مدير السلاح اللي هو محمد احمد صادق اللي بقى وزير حربيه بعد كده، وكان نائب المدير للمعلومات اللي هو محرز مصطفى اللي بقى مدير المخابرات بعد كده، وكان نائب المدير للاستطلاع اللي هو الجمصي اللي بقى وزير الدفاع بعد كده. الحقيقه المدير اجتمع معاهم وجه كلامه شخصي للضباط اللي المتعينين في كاف 9 استطلاع. قال الضباط دول احنا مختارينهم ضباط فدائيين وتمتعوا بقدره بدنيه عاليه، والضباط دي ما المفروض انهم ما يعتبروا ما يدوش للحياه اي اعتبار، لانهم بيعملوا خلف خطوط العدو وممكن يقعدوا فترات تزيد عن 5 شهور من غير ما ينزلوا مره واحده للقاهره. فالحقيقه وسمع الكلام ده كان سعيد جدا، قال لك ده فرصتي جات لي ان انا احقق النصر البلدي وان انا اقوم بعمل بطولي في سلاح المخابرات الحربيه والاستطلاع. توجهوا بعد كده للكتيبه وكانت موجوده في فلاكي السب، قابلوا قائد الكتيبه كان موجود في الوقت الحالي المقدم احمد صلاح، رحب بيهم وهو بيحكي في مذكراته ويقول لك انا الفتره دي اللحظه دي 9/9/68 كانت بدايه حياه اثبت فيها وجودي واتعلم واخد خبرات من الناس اللي سبقوني، واكون ضابط جدير بان انا اكون ضابط مخابرات خلف خطوط العدو. تقريبا في يناير اخذ فرقه قاد السرايا استطلاع في مدرسه المخابرات الحربيه والاستطلاع وخدها بتقدير جيد جدا، وكان الضابط المتوفقين. خلال شهرين من الموضوع ده جالوا التكليف بالقيام بعبور قناة السويس بمجموعة استطلاع خلف خطوط العدو الإسرائيلي. في التوقيت ده كان دايما بيجي يحكي لي عن طبيعة عمله اللي مستقبلي إن شاء الله واللي فهمتها بعد كده. قال لي احنا مهمتي ما هيش العمل، مش انا عشان قاعد في مصر بنزل مبيت كل يوم ده الشغل بتاعي، لا احنا بنطلع مشاريع في مناطق مختلفة في مصر، وفي نفس الوقت مهمتي اثناء القتال هأبر بالهليكوبتر خلف خطوط العدو ومارس مهام الاستطلاع المخابراتي عن اهداف العدو وقواته والابلاغ للقوات المصريه. الحقيقه من كلامه وشعوري من كلامه طالع من قلبه وانه عنده وطنيه زايده جدا، تمنيت ان انا ادخل الكليه الحربيه، وكان ده سبب رئيسي ان انا ابذل قصارى جهدي لدخول الكليه الحربيه من تجهيز نفسي بدني وخلافه. والحمد لله ربنا وفقني وكنت من طلبة الكلية الحربية في الدفعة 64,000 في 71. الحقيقة قبل ما أدخل الكلية الحربية كان هو موجود في الشقة بتاعته، كنت أنا مقيم معاه، كان بيجي ضباط الكتيبة كلهم. الغريب جدا في ضباط الكتيبة أنهم ضباط كلهم متفوقين علميا، معظمهم مساعدين الدفعة، يعني دايما مساعد الدفعة بيروح الكتيبة، لأن كان في التوقيت ده ما كانش في سلاح للاستطلاع في الكلية الحربية، كان بيتاخد من بقية الأسلحة. فالضابط مساعد الدفعة لما دخلت الكلية الحربية قابلني يوميها بالليل قال لي أنت يومك بكرة متعب جدا، خلي بالك. أنا ما كنتش أعرف يعني إيه متعب، وفعلا لما دخلت الكلية كان اليوم اللي هو بيحولك من راجل مدني لراجل عسكري في منتهى القسوة وفي منتهى العنف، وفعلا يوم كان متعب جدا، لكن كان
كنت سعيد بيه الحمد لله. كانوا زمايله دايما اللي بيجي عنده زي ما قلت ضباط متفوقين دراسيا وعلميا وبدنيا، وضباط منتقاه كنت بشوفهم حاجه تفرح يعني، كنت بسعد بيهم. وكانوا بيتكلموا على سلاحهم ومعتزين بيه جدا، ان هم مهمتهم مخابراتيه بحته مش حمل السلاح، لا ده هم بيجيبوا معلومات دقيقه جدا عن العدو، ودي كنا مفتقدينها في حرب 67 يعني، احنا ما كانش عندنا معلومات دقيقه عن العدو. لكن الضباط دول حطوا في اعتباري وفهموني ان التخطيط الجيد للمعركه لازم يبنى على اساس قوه العدو اللي قدامي عشان اعمل حسابها وحجم احتياطياته اللي هتخش المعركه بعد كده لما نبدا نتعامل معاه ونخش معركه حقيقيه معاه. وده فعلا الكلام اللي انا فهمته مستقبلا بعد كده لما دخلت الكليه الحربيه، ولما كنت بدرس الكلام ده في كليه القضاء والاركان بعد كده. الحقيقه الضباط زمان لما كانوا بيجوا عنده الشقه في كبر القبه كان دايما بحس بانهم ضباط ابطال، لان حجم العمل اللي هم مكلفين بيه من مستقبلي كبير جدا ومهم جدا بالنسبه لبلدهم ولمصر. وكانوا كلهم ما بيفكروش في حياتهم المدنيه خالص، كلهم عايشين للهدف الاساسي وهو تحرير الارض وبذل اقصى مجهود للوصول لمعلومات عن العدو اللي هيحاربنا بعد كده، واللي لازم نكون مستعدين ليه، ولازم نكون عاملين حسابنا للي هيحصل بعد كده. الضباط اللي كانت موجوده كانوا غير الشباب اللي موجود دلوقتي، ما بيفكرش في الجواز، ما بيفكرش في الفسح، ما بيفكرش في الخروج، ما بيفكرش في الحاجات دي كلها، كانوا واضعين في اعتبارهم اهم حاجه مصلحه البلد ومصلحته، كان عندهم منتهى الوطنيه. كان عندهم منتهى الوطنيه، وبقول منتهى الوطنيه لان فعلا كان قدامهم الهدف الاساسي هو تحرير الارض، لان كانوا بيعتبروا ان هذا الكلام عار على اي ضابط اللي يبقى موجود في مصر ويبقى في ارض محتله العدو عايش فيها بيرتع فيها زي ما هو عايز ويبني فيها معسكرات ومانع المرور في قناة السويس، ومسبب مشكلة جدا كبيرة جدا لأهلنا في مدن القناة. من كلام زمايله اللي كانوا بيجوا عنده الشقة كنت أنا ببقى نفسي أبقى زيهم، نفسي أبقى وطني زيهم يعني، بقى نسيت أنا برضو كل الحاجات اللي فيها تطلعات الشباب والكلام ده كله، وحسيت إن ده الناس دي بتتكلم عن الوطنية ببراعة، وفعلا كلام صادر من قلبهم، لان الكلام اللي بيصدر من القلب دايما بيوصل للقلب. وفعلا انا تغير اتجاهي خالص من 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 شاب مدني عايش حياته وتطلعاته الى انسان عايز يدخل القوات المسلحه عشان يؤدي واجبه ويدافع عن وطنه. كلهم لما كانوا بيروحوا الجبهه بيحزنوا ومتولد في صدرهم عزيمة الصقر لبلدهم، وجود العدو على الضفة الشرقية لقناة السويس، ووجود المانع الكبير اللي عاملينه والساتر الترابي والأبراج بتاعة المراقبة اللي موجودة، وساعات يكون عليها كمان مجندات. فالحقيقة كان كلهم دايما بيقولوا النقطة دي، يقولوا ازاي ان احنا عايشين وبلدنا بالشكل ده وقدامنا عدو بالشكل ده واللي فاصل بيننا وبينه قناة السويس بس. فده كان الحقيقة بيلهب حماس أي حد، يعني أي حد يسمع الكلام اللي هو يقوله اللي هم بيقولوا عليه ده دايما بيبقى عنده الدافع والرغبة إنه يشارك في هذا العمل البطولي بعد كده. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنحكي لحضراتكم عن عبوره لقناة السويس وتنفيذه لمهمة استطلاع مواقع العدو في عمق سيناء لمسافات تصل لمئات الكيلومترات، والمصاعب والجهد المبذول في تنفيذ هذه المهمة التي نفذها بشجاعة واقتدار شهد لها الجميع.